ياكم طيبة مثلاً على الرسول الأهلية للبنات. رجعنا بسؤال جديد من فقرة جاوب واربح. السؤال يقول: كلمة من 7 أحرف إذا حذفنا الحرف الأول راح يصير 8. صراحة أنا عن نفسي ما أعرف الجواب، لو ما الأجوبة موجودة تعالوا يعني. بس نرجعوا يا طالبة، أهلاً وسهلاً. أهلاً، شلونك؟ الحمد لله. إذا متعرف عليك، اسمي فوازن من رابع علمي. زين، شو أكثر مادة تحبيها بمرحلة؟ اللغة العربية. هسه سؤالنا يقول: كلمة متكونة من 7 أحرف، إذا حذفنا الحرف الأول تبقى 8، شنو؟ يمكن عثمانية. عافية، وجواب صحيح. تفضلي تستوي أنا جائزة من مقدمة من جانب أنا رسول. شكرا. عفوا. إحنا خلصنا الفقرة وعرفتوا الجواب أكيد. تظن فقرة جديدة. مع السلامة.